اتحاد طنجة الإطار الوطني هلال الطير. كوتش بداية قراءة المباراة ومن بعد المباراة كنا تنتظروا تكون فيها ندية كبيرة نظرا لطبعها المحلي أولا ونظريا كذلك للوضعية التي تواجد فيها الفريق ديالنا، يعني حصيلة رقمية جد هزيلة في مرحلة الذهاب ما بقاش عندنا هامش ديال الخطأ، كل مقابلة تنعتبرها مقابلة سد مقابلة نهائية، ظن أنه ما بقاش عندنا الوقت ولا الهامش في نفرقوا في النقاط. فريق المغرب التطواني فريق منظم حالته تعيش راحة أكثر لأنه عنده نقاط أكثر، حصد نقاط أكثر في مرحلة الذهاب، كذلك السيد رضا حكم والطاقم التقني كانت عندهم فترة أطول لخلق الانسجام والتناغم بين المجموعة باش يستطع باش يميتخ أون أبليكاسيون سي زيدي سون بلون دو جو. رغم أنه حنا ما كانش عندنا هامش خطر خاصة بأن كذلك أول مباراة أمام الجماهير ديالنا في الملعب ديالنا، لكن من الناحية التكتيكية درنا اون بون طون دي ماتش، بدينا بشكل جيد. حنا تنعرفوا انهم تيلعبوا 3-4-3 بارفوا تيدوزو 4-2-3-1، ضغطنا عليهم ضغط عالي، عرفنا بان عندهم مساحات بين ستوبور وبين ليكسونتري تيكونوا مساحات، من ثم جا الهدف الاول. كذلك ضغط عالي، كان خطا في التمرير جا الهدف الثاني، من حسن او من سوء حظنا سجلنا بشكل مبكر، جو با لو دير، مي اون جيري اون جيري في لا بروميير ميتون اون اوغي بو باش نقتلوا الماتش. كانوا عندنا يعني خلقنا محاولات كثيره للتسجيل، ما تعاملناش معها بالهدوء وبالرزانه والمناسبه الجزائر. نظن انه الشوط الثاني تغيرت الامور، هما ديجا في لا فان دو لا بروميير ميتون بدلوا لو ديسبوزيتيف ديالهم، ولاو لاعبين بربعه دي ديفونسور، ولاو شي ورخصوا الاظهره ديالهم باش يصعدوا. نظن انه كذلك حنا خلونا مساحات في الظهر خاصه في الاطراف، مشينا منهم، لكن تبقى كذلك هذه لجميع اللاعبين. غايا كان حاسما، اظن انه في الشوط الاول جات عنده محاوله، خلانا دون لو ماتش خلانا بهاد ليكار دو 2-0 ماشي 2-1. فوالا لي جوغ تي كوستو ديسيبليني، فخور بهم، فرحان بهم. كذلك حتى اللاعبين كذلك اللي كانوا في دوكا الاحتياط كانت عندهم رغبه كبيره وروح ايجابيه في المساهمه في هذه المقابله. قمنا بالتغييرات اللازمه، ما اون با ريسكي، درنا بوست بوست بوست. فوالا هنيئا لفريق اتحاد طنجة وهنيئا للجماهير الطنجاويه. احنا ما بقاش عندنا اختيار باش نكون معكم، يعني ولا مره احنا في المقابله اللي جايه والخصوم ديالنا ما تينتظرونا، ولا مره غادي نرفضوا اللاعب، غادي نلعبوا بالامكانيات ديالنا، سوف نجازفه هجوميا باش نسجلوا اكيد مع الحفاظ على التوازن الدفاعي، ماشي مجازفه يعني بالعقل سان اوكان سونس سينو تولي مغامره، لكن غادي نلعبوا الحدود ديالنا جوسكو. شنو استفدنا احنا من الفوز ديال اليوم ولا في الفوز ديال المغرب الفاسي في كاس العرش؟ هو الخصوم ولاو تياخذونا بجديه، فهمتيني؟ فيني الحقبه ديال طنجه في مرحله الذهاب اللي لعب معاها داير 3 بوان في جيبو افون لو كون اونفوا، هذا هو ميساج انا للخصوم ديالنا. اكادير اون فا جوي كوم اون جوي اوجوردي اي بوتيتر بلوس كاع بلوس اوفونسيف كو سا. مقنع ولا نعاود؟ الدور ديالي انا هو فيغ لو تورن دور المجموعه بلا ما ناثروا على القوه، بلا ما ناثروا كذلك على الانسجام الحاصل، ما غاديش نديروا الخواطر نون بلوس. اذا كاين واحد لو ساتور، كاين عمود في القضيه، كاين قطاع غيار تيشتغلوا، كاين لاعبين كذلك ذو قيمه فنيه كبيره كانوا في مرحله الذهاب مروا بمرحله فراغ، دخلوا في الشك، فقدوا الثقه، مساله عاديه. حنا بصدد كذلك المواساه مع التدريب التي تقوم بها الملعب، خطابنا يعني متوجه لترميم المعنويات، مساله عاديه باسكو لو مونط سا كونت. ومشينا في هذا لو سونس، ولاعبين اللي جايين ان بليسيو كذلك خصنا كذلك نواكبوهم. دون زان موا سي اون ريستون في ان شاء الله غادي تكون نكونوا درنا لا ميزا نيفو، كل لاعبين يكونوا على قدم المساواه من ناحيه التقنيه. ايوا بالنسبة لأغوزون درتي صرف الإكراهات اللي تيوالي يعني. يعني من حسن حظنا أو من سوء حظنا يعني تأجيل ديال المقابلة ديالنا لأسباب أمنية، يعني لوغسكي ساجي يعني من ثمن الوطن والمواطن أون با أفيغ دي ما نقدروش نديرو دي كومونتير صافي. مي سي فري كانت عندنا فرصة مواتية وحصص حصتين إضافيتين باش نخدمو خدمنا على الخصم بشكل جيد،
لكن ما بقاتش عندنا لو طون دو ريكوبيراسيون باسكو حسنيه اكادير غادي يكون عندهم ثلاث ايام راحه زياده. اذا حنا غادي نديرو ازاله تاع العيا زائد صافا جودي غادي نديرو ان بوتي طونترينمون ما تو با تو با لا ريبريز ونديرو ان فول هوروزمون كاين ان فول ديريكت ديال اكادير تاع طونجي اكادير. اظن بانه غادي نلعبو السبت ما كاينش تكافؤ الفرص. حنا في طنجه لا نشتكي لا نشتكي نلعبو حتى الجمعه اون بخي. كيفاش كتشوف اخر سؤال غادي تكون اقوى من هذه لحقاش هما دخلوا للشكران في المرحله المهددين بالنزول. زاد تفضل اخيرا كنت شكرا للزملاء الاعزاء فرصه مقبله ان شاء الله. يا شيخ جمال بك الميكروفون.